ايه زوج ما ما نايمني عنديش ابقى ذاش مش تجد سي كريم ماكش مليح مليح الاستاذ واخا يوذن قال يوثق ابو الدكتور باش نتاكد غدا شيني الدكتور عنديش هذا غاش تما اقيك وذني شي قال وجهش الدكتور من زعات واري دكتور هو وين المهم ولكن المستوى يتسمى الانسان ينسن الشين بعدها ويتحدي واه يجيب الشهاده اكاديميه باش يدير يتسمى انا نيشان فهمت من اني تغيما تما زوينات هو يتغيم شواغ دوا الشكليات يتغيم شكليا الشكليات من ايش اني لا بيتاس وي نيشان ازول ايف ما سويت ما مره نهار طغن قاعد مقعد ذي اللايف واني تاع على حسابي تسمى غنسيور شويه مش دسقان الوضع السوسيو لساني ذي عريفك ثومت عنديش ويوقع لغ المشكل اللايف ونسين ما مش دغنقين قعات وغان غير مشاكل تقنية بالتالي نقيت نهارا انسيور خيجن مدخل نيغ انساس يجن تساس خ الوضع السوسيو لساني ذي عريف انسيور خطريفشت يعني قوينا ذقية يعني انت مازيخ في مار ذي في مازغا ذي المغرب ذي يعني الوضع نتريف اشتبه ذي الوضع المجتمع نعرف ذي مار ذي المحيط النس الإقليمي سواء متوسطين الإفريقين يغ في مازغا انت سيورخ السلطة واللغة مامش يعني الوضع السلطة واللغة مثلا شين كلغة غانغ اللغة النغ الهوية النغ تعرفش السلطة العلاقة نسك السلطة واش ذي النيشان العلاقة تسمى تربط في مسرايين فينا انت سيورخ اللغة الريفية سؤال مؤسسة اللغة الريفية تحدي اللغة الوصفة يعني ما مش غاثق اللغة نتريفشت ما يبوذاني ما مش غاثق قد تدور اللغة علميا قاس زيس نتاعري زيس نتاو زيس واكيد انه ثم تنديش كثير يتسمى اكيد يري في اكيد في الطرحين هو انه باش تيري لغة وصفة خصي تيجن قرار سياسي تيت لازم انا اني انا اني لانه المهم ما ما نخش دروا ايجن مدخل ذا مزيان في الوضع السوسيو لساني اللي عارف مثلا وين هذا الوضع السوسيو لساني ديال الريف شويه معقد كيف نسال السوسيو لسانيات نفس السوسيو لانجويستيك نصور اثنين تقاطعات لا سوسيولوجي ديال لانجويستيك غادي نصور اثنين لي ديسيبلين ما لازم رانيني وانا عندي تعقل خاص ثم كريم تبغى تصور العلوم الانسانيه خاصة الذكر خصني جنت مسراش لأن الطاس نيت مثلا توقع أنا شدي كريم يمكن يسيوج يمكن ديال الطاس لي ديسيبلين كونسيرن وين العلوم الإنسانية العلوم الإنسانية اللي كنتي باغ كونتخ العلوم الحقة يعني لي سيونس إكزاكت مترابطة يعني سواء لا سوسيولوجي لا بسيكولوجي التاريخ الآداب إتسيتيرا الدليل راه كنتي شقاه معايا كريم يمكن بداية القرن العشرين سورتو دي الثلاثينات قعدت أوائل الشكلانيين الروس ظهر البنيوية البنيوية كتيار تيار لي تيار المهم مهم دوكترين في المجال الاثنين يبان فلسفة مثلا الانثروبولوجيا راك وينات فوالا ولكن ملي تبان مزوار تبان دير اللسانيات اك اك جاكوبسون سورتو اك جاكوبسون واذا ما قانيش قد فيرديناندو سوسي مش فيرديناندو سوسي نتاع ما سميش سيور خاص اك جاكوبسون سيور ذند الوينات البنيويه تنتقل البنيويه غير الانثروبولوجيا كلو دي ستراوس تنتقل غير الادب بون سيمينير كلشي يتسمى غا دينيا العلوم الإنسانية اي دينيا تسمى ايان تسمى حقول معرفيه مثلا زماريني متداخله سواء مثلا دي اللسانيات غنخلا بسيكو لانجويستيك صديقي لا بسيكولوجي لا لينغويستيك انا لا سوسيو لينغويستيك انا فهمت واش متاكد انه عاوتاني يدي التاريخ يدي الادب ما يمكنش نفهم اي ظاهره تتعلق الانسان بنادم مرا ونربي في مسرايينا اك العلوم اك من ربط العلوم من بنادم سوني تسمى ياس العلوم الانسانيه العلوم من بنادم ندرس الانسان ظواهر الانسان المجتمع الانسان فهمت ضروري حتى لقيت تمز واحد دونك غانغ اثنين تمسرايين غانغ فوالا لا سوسيولوجي تسمى لا لينغويستيك وي بالنسبه لي 3 فيرست
نستنى انه القرار السياسي هو يعني يمثل الدوله الوطنيه بين قوسين 56 ورود فنكا في مازيغت كحقيقه لغويه تجاري تما دي الواقع تما دي لا رياليتي علاش انه غنغيج اللغه المغنيه اللي هي التعارف هي لغه واصفه لغه جهاد لغه العلم لغه الدين لغه اتسيتيرا اتسيتيرا بالتالي قارش المازيغ انت لا ترقى نيغ تما الانكار واش في نتيجه المفارقه انه دي ليبيا مثلا تغلق القذافي الصغار العبريات مازيغ تيقرا سنه تجي مازيغ بالستينات السبعينات مثلا ديال المغرب الجامعه المغربيه المثقفين المغرب تما يوداني جن دكاتره اتسيتيرا باش تروح تكذب بحث الدكتوراه نيغ كذا نيغ الماستر في مازيغ واش تجي ان شاء الله ديال الجامعه من جا فضاء للبحث العلمي بحث اذا هو العلمي الايديو فوالا صغور حتى الايديولوجيا العرب حتى وين الايديولوجيا تغطي تلصقن زيد اسمح زيد لي سير معليش مثلا فوالا مثلا انت في يمسنا ونغيم قرانا مثلا في كيانت مازيغ توسين دغا فرنسا كين البحوث نسن فوالا باش الله يعينك فوالا اسمح لي لانه كمل اجل وقت نقيت النين فرنسا من مهمه بزاف واه دونك الجامعه المغربيه تبقى متحكم ذات الايديولوجيه العروبيه تسمى يوذان لجان دي باناغابيست اناصيريا ديوسين زي جمال تسمى تفاصل فيك البعث جمال عبد الناصر باش عزونات ديال القوميه العربيه تعتبر انت مازيغ العائق لوبستاكل باش ضوغم اذقن الوحدانيه العربيه بين قوسين كاين فيها انه نكات محات وثاني ثاني جريمه ثقافيه في حق مازيغ قلت الدوله المغربيه جريمه سياسيه وجريمه اخلاقيه وجريمه ثقافيه وي لانه باش تنغض ارث نخا كثير سياسه ممنهجه التعليم كذا كذا تستهدف تمحي دي جنير ساتي تمحي تكسر تسمى زوينه زي ايوه الواقع المجتمعي جريمه اخلاقيه تسمى زي التبز وارد ايتيك عدد ناس ما هو ثقافي سياسي تسيتي دونك الدوله المغربيه كاين شي فتره معينه تلقى جرائم ثقافيه ديال حق المازيغ ولحد الان دفع الثمن والدليل الحمد لله شقاهم انايا انه مثلا دي تقرير اليونسكو يوم كارو دي فون 2009 اتصل فاريتي تمازيغ سجليتنت كمهددة بالانقراض مازيغ وي باركان نافيز ناسم مازيغ نصنهاجة مازيغ نغمارة وثينا ثلاثة لي فاريتي قد يعرف ثلاثة لي فاريتي تيريفيي مهددة في تقرير اليونسكو وقشس كوسا قاغا سمي تما بعد عام تخلد انت تما اللغات المهددة بالانقراض كوسا واني تاني تما قد اليونسكو عن سنة يمكن اللغات المهددة بالانقراض واه ثلاثة لي فاريتي ديال مازيغ نعرف مهددة بالانقراض ميمي لأنه تغاديني قرار سياسي كسيت الدولة المغربية قرار سياسي تغاد فانس ديال ايديولوجيا معينة تبرر الزيت تمسرينا هنا دونك الدولة الوطنية تسمى عن الاستقلال تغاد سجن نزعة عروبية باش تكسب مازيغ ماشي قبل ما دسني في المغربي تسمى زمام الأمور المسؤولين المغاربة تغاديني فرانسيسم الفرنسيسن على الاقل ديسبونيا هو غاسني نظره على الاقل اقل حده لانه اول فيديو سين يازون ديال المازيغ دي فرانسيسن هاك وي اونغي باسي هاك تسمى تاعنين تاعونس روني قناص روني باسي تاعنين تاعونس اونغي اونغي باسي غطاس تسمى لائحه طام قرانت نيوزان دي فرانسيزون دي بيربيريزون وسين ازون ديال المازيغ سجلن دي تكست اوران كاين لا ديسكريبسيون ولا غرامير تسمى لا غرامير انت مازيغ ايتترا ايتترا كاين وي ما تيم قرانينا رغم انه تغاديني ومزوارو ني تغاديني نزعه تسمى عروبيه ما سمحي نزعه كولونياليه ما نزعه عليه ثاني ثاني يتسمى ما راه واه خصني النزعه الكولونياليه يتسمى واخا ثو سدان في الاستعمار ولكن تنفعانا في حد ذاته يتسمى نزعه وين ايش كش نميلات قد نزع الكولونيا اللي تغاد انفع المازيغ زي نزع العروبيه الغربيه وين تغاد لا نفعنا لانه ما يمي توس على الاقل تسجلاش تغاد صغار انت مازيغ دي كوليج ازرو تغاد صغار انت مازيغ دي اربط صغار انت مازيغ دي يونيفرسيتي دالجي وين قا يو يوداني يسوي على المغرب قا كنزي مارا دي كوليج ازرو شفيق دي العسكري ودي العسكري تيتيغا قا النخبه المغربيه العسكريه الثقافيه قا تكتزي كوليج ازرو اي غراس التعليم تمازيغ ايزي تو سا برانز مانينير اسمحي ويناث تسقى النخبه يجي تمسي على المغرب ولكن تو غادي نجي نغني جن طيار نغني فاسي عروبي قومي تو غاث اقوى زي ملايين وبالتالي تما ملايا يأثر سجن طريقه نغني في الوضع عند مازيغ لانه ما يمي مازيغ مني وقت صغاري
مزيغت من نواتي ريبوذي التعليم الذي الإعلام يا الراديو يا التلفزة إتسيتيرا توقع التدهور وي وهذا الحال في مزيغت لأنه تمازيغت نساوا جدودنا ماشي تمازيغت خويا نساوا جدود شكا كاريم لأنه ذي نجم فاقد مقران هو فهمت توقيع اخو مغاربي بيه زمان يخص شي اللي غيتسمى خماريرن اخو قارس ماريرن ولكن شي مقارس الكتاب ذي الحقيقه فهمت واه لان اخو نشاف قبرغ الكتاب ماريرن يمكن يما واتسين خميس قاغ الكتاب السنين لين تارين نقاي كتاتبي نقاذين نقاثين ذو غاري جو سقسي مهم ذي الجهة خو واه وغا مثلا الكتاب قديما مثلا خمين السور سعيد مساوين الوالد ميمون ذي نطاس الكتاب قديما تغن واه فهمس واه واه تغن فهمس نهار يبان شل الكتاب كسين المصطلحات حتى نص نص معاق معاق يتسمى بنادم باش هذا جدي قربحان شو يجن يتاري اي الليل ما رجع ساري من بعد يمكن هذا شي يفهم ولكن تقدا ساي الليل ما يستوي ذا الليل لقى شي نص ربعه وان سينبو الليل دونك الخو اسفهمان غيتسمى ثمس رشتا ما يزديك كدقه يتسمى الاعاقه يا يديك كين غافريفش ذاتني يمكن اش كتدخل اش كسي كارمين سجن نصيغ نغني هنا ما خصنا فهمن كتاز كيني فهمن مين خصنا نغداوين ذاتني غير تاخذ لا بسيكولانغويستيك ستادير انه ما مش زعما بنادم ياش زعما غادي يقبر نخوي يقبر جنوا وارد الجديد فما ديال فتخار مثلا انا شوف شنو وارد نغني مزيق نعرف نخدمي في السيوده دير لي دير لي قهوه وتجيبوا لي وانت مازال كنعرف باش نتفاهم قيود دي السبعينات دير لي ولكن يودف واه يتجا يودا القاثير اللي برا ماذا شان العقده اللي تسمى خاص ضح شنو مش نيت شكي تسمى غابعري ني كذا ني كذا واه زين يوداني جان خدم فرنس ماراني ني دي سونتر داميناجمون لانغويستيك تسمى دي التهيئه اللغويه واه يودا المهيئين اللغويين حبيت تفاق حبيت توينوال الجديد غزاني جن عامل في الزوار والاكسبتابيليتي واش مدى القبوليه تلقى تعرف واش يوذا نقبر النوارني ناخذ نقبر نشاف واه لانه خميت تو الى ورده ما ينوز جديد نطاطي يوذا فهمني خلا شكل واه غزال قال لي ثاني طلع حاضر واش يقبر ورني ناخذ يقبر شاف مال المجتمع ويقبر بو ورني كسيف او يدور نغني لكم شان نص تقبرني يوذا لا ثاني لا ثاني ديجن مهمه وتسكن وتتبقى اسقسينو هذا ما تنديش اسمح لي اشك صغور واه اسقسينو زكيش نجيه تنغني نش سوارخ على مستوى الكتابة النص فمغش من لأنه مين نهار نش شي ظنا النصوص انت مازيخ فهم غس النهار واس نفهم غشا هدا التداول المصطلح مثل الدول مثلا ثني ذا مش سقان اثير ليني نقا ثيري ثيري شو غان غاري ذا اتسمى تعبير نخ الحب نغنقى الحب اختي مخسر نغي وذا نقان فيه مخسى ولكن ثيري ثبان جديد كتداول ذي مجتمع قبرنت فيه وذا نصور نزيس منش صور على مستوى النص نهارا النصوص يغانغ ذي يعرف نصوص يتسمى شغرخ مي معاقة اي تيري الفكرة ليدي تيري شنا الابداع ذايس ولكن النص يتعزت خميدي السادة في المصطلح لانه شوف المصطلحات ما لي تكين تكد تما دي الحقيقه كي شنو خدمت قلت لي زاميناجور يوداني يخدم التهيئه اللغويه فهمت لانه ساق لي ديكسيونير ساق كذا بنادم يتجاني يعجزو تما الشاعر ياخذ الكاتب ياخذ كذا يطرح يوارني تكسيت ندير ديكسيونير غير هذا فين ندير نصنص فهمتني خلا ماشي الاوريجين الاوريجين على باز ما لي تكين يوارني كي نزيد خدمت نوينات لاميناجمون لانغويستيك مهيئين لغويين مثلا ديال حاله انت مازيغت شوف حاله انت مازيغت خو قانا مثلا ليركا معهد الملكي الثقافه الامازيغيه قاسني جو سونتر ديني ديال الرباط قانا مركز التهيئه اللغويه فيني كيتقني ورند جديد فيني اقش غادي شنو كنتو فداني تاني واش جن ليكزومبل وها مينوت اقش تيلي جن ديكسيونير كشارح جن ديكسيونير اقش الوا هذا وستخدم شحال هذا لي باج تسمى غطس فهمت اس شني في دي كاميرا غات زاني يثمث مرخص هاي ما يتمنزوني مهم واه ايوا المعجم العام صافي العام للغة الأمازيغية
صافي مهم فهمت؟ انا حتى ما تكشان سيري. ثاني ثاني الخدمة الثانية ثاني وتتقن باش تصف الكتابة مش كاتبة براحة تاريخ النص داخل الكلمة الثانية ديال الكتابة وانيتا اللي تتقن سونتر ني داميناجمون لانجويستيك يوزان لسانيين خدمن باش تساقاني وارن دي الجديد ترومبلاسا نيجي الخاوي جا غار تما في مازيغ مني غلا ترومبلاسا الخاوي جا غار الخاوي ولكن ما ديش في المشكل يتجان بالنسبه لثريفشت مطروح ثريفشت بالخصوص انه واش الشعب يخيدو دي قبر يورني ناخذني قبير شعب تتمت وعروس تمسرش توي السنين واش تكسيد تعريف بعين الاعتبار باش تسقط اورني دي جديد ناخذ تكسيد شعب فهمت لينا نطس تما اسئله مطروحه خيو ذا انا يخدم التمتهيه اللغويه دي عربط لانه شوف اش نخرج نحاج ما يمكنش اي سونتر داميناجمون لانجويستيك دي العالم ما يكمل هذيك التهيئه اللغويه دي قرر دي المصير اللغه 29 لساني امبوسيبل وعاد 20 لساني وهذا يثبت تمثيليا نغنشي مثلا كخميس سوار خارف زاد دايس هذه نيشان عامره يتصعب على اللسانيين تما السنين اه على اللسانيين قوانين ثانيه تما الاهانه المازيغت واكثر من ذلك جار انت مازيغت تهلوك غير موت لانه باش تقرر دي مازيغت مش الاستاذ اني يعني ما مشي تجارن خوخش وفهم خويا الطز ما مش تجارن ثاريفش تغتهلوك مش استقن ام توارو خميني خميني التوين يوارن وغاصن بالاكسبتيبيليتي ني تما القبوليه ني غيودان تكل في مين يودان مين تقن نطاني وارني نطان يتيري الرفض سورتو يري فين ديسنت هيجن تغنات نسلي مره دونك وار مره واثق بيري نطاري ومن هي تما رد فعل نفسي يتجرى مع الشعوب يتجرى زاد ولكن يودان يخدم ديال ميناجمون لانجويستيك واني هنا وغاصن حتى الوعي ني غات نتيري نيجن لو جايين راني خكا راقب واش يوارن قبر نتني ناخذ قبير نشا اكثر من ذلك اش تسمى يجن حاجه المغنيك لانه اللغه مرتبطه بالقرار السياسي اللي نفرض اقشيت مثلا كينت ساقان ساقان كين خدمة المهم يوزيني فيها يعدو ذا مزواغ ودي رخصة القرار السياسي غادي يطبق بانيني ناخذ نشا غادي نشا غير حدا المغرب غادي نشا المغربي تيشاش مؤسسه تخدم الدايس مؤسسه استشاريه مثلا ديال الحاله نركب قال كسم ولكن انا ورخد مثلا يسكيت شكي واش يؤخذ بعين الاعتبار ني لا يؤخذ بعين الاعتبار هذا السؤال قال له واش قان شو قشاش مخشين عارفين اذا غاد خدمت تما اذا غاد ترهي الدين ولكن لا جينيراليزاسيون د مزيغ على مستوى التعليم الاعلام كذا واش يتجاني خويا يجي شي قوي يجي شي كل فين واش كنت كديش نخدم تي جعرس تما يجعرسي يتجد دينيا فهمت بالرغم انه الخدمه الناس يخف الناس نمشي غنخص ملاحظات طيب قراني تكيل في انه من على الحل تسمى الحل اللي تواري غنش نش تسمى تواري انه ما يمكنش بالنسبه لي تريفشت الحاله نتريفشت اتو يا غزال ما راهو وقع عندي زانستيتيسيون خدم دياريف دياريف غنختير دي زانستيتيسيون خدم دياريف فاتني تنقيت مزوالو تنقيت وي سنين اتير اديرين دي لانجويست خدم دي تيران فهمت هذيك دي غوشيرش دي تيران فهمت وما هي ما مشي زعما دي راح بيان سو غادي راح اطار نظام جهوي ما مش لانه غات علاقه التركيبه الدوله علاقه ما مش الدوله تعكب واش في دوله فيدراليه واش سنتراليزي لانه ما يمكنش تقدر كاين انستيتيسيون نتريفشت اطار الدوله مثلا المغرب طريقه يزيد يخدم روخا بوكي روخا سنتراليزي غاس لي بوفوار سنتراليزي دي عرفات ايتترا ما يمكنش تفش شك كذا عارفيه ايش تكش الحق تقدر كاين انستيتيسيون خدمت مزيق ناري دي نظام ياخذ الحسيمان ياخذ تاع جيس ياخذ تطوان ياخذ امبوسيبل دونك نمشي نشوف مين تصور مين تصور لان ماني معقد شويت مي ذات النقاي وذانا ودي قام انايا مرتبط متشابك مرة من يتجن علم انساني بدوز السياسة الاقتصاد الاجتماع علم النفس ذا العلوم قام متشابك منايا قام ما يمكنش تخدم غير من جيتو خدمت نغني لان كل علم يدرس ظاهره من ظواهر تسمى جن الظواهر الانسانيه دونك مقصدين غذا هو ان العلاقه من السلطه واللغه يجن علاقه متشعبه مروه ذي اراده سياسيه مثلا عرض الدوله اذا غانت انت سواء قصرا غرغبتان
مروا ذي نيجن إرادة ذهكواد باش تخدم اللغة دوك تسياد لغة السلطة مثلا خمين سوار نشين سلطة اللغة ولغة السلطة إذ نشين خنارة تابعين لغة السلطة ني إغان غيت سما في حكم خانغ ما يميخصيش السيور ذا ومري غا تعرف لأن الدارجة هو المشكل نغني قد نقاش نجارس ذواد لو بيغ رخو ذواد المشكلة مقرا لأن ما يمي لغة السلطة وجد تعرف في تسمى العربية الفصحى ولا الفرنسيس رخو ايش الاضافه ثاني دارجة اش فيش اضافه على الاقل الدارجه من السوار مثلا تعرفيش الخطر مقرني ذلك صيغاص قال الخطر مقرن ماشي اللغه العربيه ماشي اللغه العربيه من السوار ماشي ان تعرف اللغه النص اللغه الاعلام مثلا لانه ما يمي لغه فاقده قوه اجتماعيه وغات قوه اجتماعيه وتجي لانه وتجي مثلا ما يمكنش تطرح هذا بنادم يودان سيني يعطيني كيلوغرام من السمك يودان طاوة ميضا يسنى نجم الأستاذ راح يجن الناس يعطيني كيلوغرام من السمك يعرض خس بركي إنه وش لغة واتجي وغاسبو على قديمين نهارو ميقان التعريب لغة بيزاسيون ميقان عن بنادم ميش سور تمازيغ إتكس مازيغ تتعريق خمس سور الدارجة نهارا تغدد عادي جن ظاهرة دي التسعينات المثقفين بين قوسين عروبيا كذا تبغى يتصور تفتت المزيغ يتصور كي مستعرض اللي بعد كان تبغى يتجمع الناس وتصير تسمى جينيراليزي قال لكم يقال التعريب التعريب قال تخميني بنادم يتصور الدارجه والدارجه قاو تجبد التمازيغ اتونسيون التصنيع اللي مغناس يمازيغ نمسويا مازيغ الحركه الامازيغيه قال في الدقه معليش قال قد الدارجه لا تجبد التمازيغ عمص الدارجه ما التمازيغ تركيب الاجماع اللسانيين يغرين مازيغت ياخد الدارجة اسمع عفوا مرة قانا شو دقة لا سانتاكس الدارجة تركيب قال انه اللغة مين تعنا العمود في قارين نسقط التركيب تركيب ما راغاش التركيب ضاع عرب استاذ انه اللغة مش عربية سالينا قال المالطية ذا 80 ديمير 90 ديمير لي زومبخا زي تعرفت تسمى اللغات المقترة تسمى ايوارن مقترضين المالطية ذا 80 ديمير ووارن وتجيبوا لك اللغه المالطيه تطاليان تعرفت ولكن غاس تركيب مالطي يتسمى المشكل ويجي ذي المصطلح المشكلة وتجيبوا قديمة ذي المصطلح لان المصطلح تعمار زي تعمار زي التركيب تعمار زي النظام النسق قنتك انت تيش الهويه للغه انا فاهم ازاي فاهم هذا تسمى وانا خصبو لانه التركيب يعني مثلا طايس وين جينيتيشن الهويه للغه واش منين نغزا اللغه واش اكس نخ ايكغيك نخزات نازو تنصنف تم زوار مخزله سانتاكس ماني زعما تنصنف دارجه لغه عربيه داري تم متغير عربي قناه سيلي غرانزيا قناه المروكن عربي اللغه تم العربيه المغربيه يتسمى دارج التدريج اوني رزق تعرف سي تعرف تم سيغتان موديني مازيغ على المستوى المصطلحي متفقين ذيني مازيغ نسبيا دروس على المستوى التركيبي متفقين ولكن قال هو ينص عربية من اي تمسح خميتو قيع لي كونتاكت جاتني اللغات ليش تنتفخ النغني لانه تواري تتنيت الشيء النغني ولكن ذي نجن هوية لغوية دارجة تفكت زي تعرف وبالتالي وذاني تعرب النهار تصور دارجة قد تتيجا اكبر خطأ بالنسبة للشيء اللي فيه نزمع لانه اذا ما يري في المال نهار غاس نطرا راح ناس غاس راح يرسم سن من السيور غاس يور الدارجه فهمت والسيور بوثا فرانسيس نخت اسبانيوت يجان دي مريتش نغدي سبتاني كذا غاس يور الدارجه قال انت تغير اون بلاصه ما جات نعرف سكيل فينا ولا غافيزاسيون تيري في الدارجه قمت تيجان الخطر وباش يري فين الحضار تمازيغ تنسنا شنو هو كاتالانيين تسمى دي اسبانيا مجموعه من الشعوب النغنيه يجان دي شعوب دول نغني يخسر النظام الجهوي اللي خلفي ديراني اللي خيتي تفتيغا مطابق التطلعات نيوذني يخسر يوذني اللي خيتي في نسن الشأن الثقافي نسن السويا نسي في نسن الشأن اللغوي السويا نسي في نسن والشأن تم السياسي تسيتيغا السويا نسي في نسن لأنه ما نيني يقن شغش نهارا تعرفش مرا إريفيين سورتو دي 50 سنة يقوان مرا ويض نشغل
فن السويوان تري تبار ثم واحد نسن سيخ فنسن في إطار نظام فيدرالي في إطار أي تم أي نظام جهوي متوافق عليه جا السلطة ظريفيا قد ما تفنى عليه فترة لأنه شنو يعيش حاجة المعطى أي فرنسيس سيخ فنسن تب أنت فرنسيس تطرح أي فرنسيس رغم أنه اللغة الفرنسية قاضي الملايير الدولارات يدين غا الثانيس دين الفرنكوفونية تترى مش حال نهار الروينات كذا ولكن تبقى نغاس في قدني أنه هو فرنسيس تنعرفي وشو غطرح جميع يوزاني في إطار العولمة بطبيعة الحال تقذن اللغات نسمى تنحق قادين والسر مش حال اللغات يجي مهددة بالإنقراض وثا عليه فيش زي سن تترى الشين ديري في الماء الإيطالوني تسير الفرانكوفونية يعني عن تجربة خميدي تاس شاني الجن غا فرانسيس شحال خاص خصان غا باش افي غا اللغه دعا مثل الجهه ماني استقر تخدص خاص لي فورماسيون دعا مثل البلديات دعا مثل كيش ناس تسمى توفانس الشروط باش هذه مثل اللغه انت فرانسيس فهمت؟ ونخدم مثل مثلا يتقني فرنسيس نروخا يتقن اطار جهه مثلا فرنسي خصها تنقلها نشي ديالي هذا ما يقصد هذا شينيغ لينا نشين مثلا ما زلت في كارد إجن ما قلت وغريخ ذي العلوم المعرفية تأثير اللغة حتى تفكير الإنسان وتجي عاد خشان نغنيت لينا نشين ممش نفهم العالم وفق اللغة النغ بالتالي نشقاق أنه يريفيين 50 عام 6 وانت مفقادش كاينديش 50 عام 6 وانت خميغة اللغة حتى نفهمها مو فاسير نفهمها مو النزاع رباط نفهم كيف ان الشيء ما تنسن حتى سيدي مثلا نعم سيدي كي داير سيدي لاباس سيدي هاد فهمت لينا بالتالي فينا الاليات فينا الشيء ما تنعقر السيرفو النغ يفهم وفق اللغه يغانغ دونك كيريفيين ما حد اقينا مو ممش تفكانا مو لان عاد ثاري فش ثقف الدافينا نفهم العالم وفق اللغه النغ يعني مرا ما اسود الفكره وتما اش المراحل اللي مزيت من اللغه المراحل اللي مزيت من اللغه اش كان ليكزومبل مثلا تغماريف تغماريف اقليم الشاون حاليا دين اثنين تقبر ماشي الكمرنت ماشي لي جوزينز كيشتن لي جوزينز كيشتن نغني صورت مزيق صورت تغماريف اجن ماركانت مزيق تمقت اقليم الشاون باش حتى اذا انا صورت هنا خاصني بيلينغويزم ميم بيلينغويزم من اثنين يرساون نعم تما تنعايش المرنز مع راني كيش نسيتي مثلا اش يعني نشقى قوس فقد نهار غات الداف باش نشري الخبز فهمت كيف كانوا غاسن بيلينغويزم تري افونسي وي لي زون بخا خميتا في نعاود ثانيه لان انت تيجي نديش انه مازال طراح تما تمتى رغم انه لي زون بخا المهم نديش نقاش نالي هنا يجي اهم اسباب يزيد تما يزيد راح اللغه ولكن دين شان الاسباب الغني كي تجي القناص اكسترا لانغويستيك خارج لسانيه من عمل خميني في مازيغ وتيري شي فالوريزي خميني في مازيغ وتيري شي غاس انت شاس نشين الشعب اللي يجن قيمه معينه مثلا طرح داكور دقات سوا مازيغ توا ولكن يجي من هذه مره نهار شي وانا شهضر ديك الشلحانه كذا تكعد داك قاص اللاقات مازيغ كذا 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 شيك غا كيجن احساس الانتماء غا اللغه النيت اتسيتيرا عطاتيني تعزاز الانتماء نشغل غوينا شتو قاعي مثلا غمي كواحد فاس نغد الدار بيضا تصريخ شنو يجن يسوات مازيغ نعرف تسمى تشوكول غا داخل رينو تزايد الحنين اللي ما نزم عليني غوينا ايري فين ما تسمى اوغوزمون غاسن بلوز او موا غاسن الاحساس الافتخار انه بنادم تعجيبه هذه السيوله المازيغ وبنادم غمي يصور تعرف بدا يرسن الكناني نطريش بدا طغى خاص ايتترا فهمت وديني جن عامل ايجابي وخصني الي فيا يتجن دي اطار حركه ثقافيه ايتترا مش مكن اذن تعزيز الاحساس هو ثاني الانتماء نغنشي لجن اللغه لانه ما يمي تقل اللغه انت تجن حاملا الثقافي حاملا الهويه انت في جن كباسون كذا كسي الزيت ثقافه نغن جار اكيد بنادم ملي ما يرى سير سنغ نجار الزيت تسمى لي بيرسيبسيون التمثلات النغ الثقافه النغ هو لان من عنا نشري نسيت تاع كل شيء حتى شاهدي زكيج الجانب النغنيت اللغه
مثلا ثاري فشت انها ومي تغتوي يا غروم تسندغان غيوغدان خدمان كذا يا مو تو ثاري فشت قعد، ولكن نهار ومي ذن غي حصى مثلا حصى الدولة اقتصاديا بلع فرونتيرا كذا وغنغطي سني وذن، دونك اللغة النغث ذور وغاسبو قيمة اقتصادية مثلا ميرو كمثال، دونك غاس حتى العلاقة هاك الاقتصاد هاك ما هو اجتماعي تسمى اقتصادي. الاقتصاد يتراجع الدور ضم قرار تسمى دي لا جينيراليزاسيون التعميم تسمى اللغه مش مثلا او يا جرانزيون امريكانيين في ليكزومبل ها مي دون زعما امريكان تفرض القوه الاقتصاديه تم زوار ديال العالم وبالطريقه فغرانش اوتوماتيكمون تفتيري كيس اون باراليل راح كيس اش في ليكزومبل مثلا دي يعرف النظر النظر لي جون بول ايكونوميك سمين زيما سمريتش سمين زيما النظر ايجاج لامباكت انت تلاحظي مثلا شفت ليكزومبل عاروي عاروي لي جون تيريتوار نيت بوحيه و ايت بوحيه بور كنشي يعرف من كل ذقبيتش غا سيجن لكنه معينه جون سو فاريتي تم مزيان ابو بنادم هادي السيور عقرت تشكاس واش كدا وري الشاش ده سعيد زيس تميز زيس فوالا قبيلتي فوالا تسمى اجن هويه قبليه مرانز مارينيسي غادي السيور تعقدت سنت من هنا تريتوار عاروي والسيور البوثه بويحيه وي سواء ثقل عشت وي ما يمي لانه ذي نجم تاثير قوي من النظر خوينا في خمسه سكان خو عربي تاثير اقتصادي جاء اقتصادي حاضر اذور 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 ما تسمى ايه بو يحيي تتغاي جن ديت بنت مال تسمى اوتوماتيكمون صور متقطع انتيغرام غتقرعش وي فهمت دونك الاقتصاد اي لغه مي غاتيتير الاقتصاد خوص ديسنس غاس 8 انعاشين القوة السياسية قد نين تمسلين كتحكم دي اللغة وي انعاشين القوة السياسية مرغاك نين تمسلين زمان التحييد حتى اللغة تموت وي التحييد تتسدى أم إسرائيل أم أم إسرائيل إسرائيل فوالا إسرائيل تغاد كيجن وقت معين العبرية تغاد كيجن لغة الدين التلمود اتسيتيرا ولكن نومي كاين الدولة نهار غزا قصوا نتاعي باش ولكن اشوف شنو اكزومبل بالنسبة لعبرشت مهم راه شفت السند انه زكيوذان العبريين تما لي غراميغيان العبريين القرن 19 القرن 20 تروح مي تو وين جنوا ورز جديد دي في عبرشت قاتوا شات نثني وذاي تروح شات وي نثني قال الناس قاكني وقاكني وداختوي وخدمه مشات عبرشت يتسمى الشغراخ مي قناص نكنو تحريفيين فوالا قال الناس قاكني وتحريفيين اتسيتيرا ولكن اكغاف تسمى غيوذان اي جان دي غراميغيان دي عبريين نيثني كي سدان اللغه لانه يوذان اللغه خمي التاف الاعلام التاف التعليم ادا كراوال ليش نحاش يقبريت قبريت نفس الشيء بنادم ادا كرا التاف اوتوماتيكمون دي مخيله يوذان اتسيتيرا جينيراليزا مثلا نشوف ليكزومبل الدارجه مساله الاعلام مهم الدارجه اتوغاوش داوي وتمسح لي ماكش نجم نزيم الراجل وي قبل الاستقلال تقعد مسفهم خميس صور نتاع عرفت وجدا وين يساور عرفت بركي وجدا غاس علاقه الغرب الجزائري الغرب الجزائري مراكش وي تقعد مسفهم اودي ولكن من هني جيت نتفاهم هذا الاذاعه انا اربط اثنين جيت نتفاهم فقربت مثلا جبار عاد مش تصور فعرفت اوترو اكيد حراوي مثلا مرقش مالي كتقعد مسفهم دونك ولكن على الراديو الاعلام يراجع الدور ده مقرر رغم انه الدارجه وتودي في شاد لو سيستيم ادوكاتيف وا تقعد تستعري شاد الدارجه ولكن غير تو في دي الاعلام يا الراديو دور سداس مثلا زعما راني الفروقات اللي يتجان جالس في مزيغ زعما اني لا دورني ولكن اني غاش بعدا ما راكش السلطه السياسيه تفرض الاعلام شك التصور مش الاعلام غادي تفرض فهمت اللغه التصور مش غادي يدير التعليم تفرض وانسي دي سويت فهمت ماني نيت راح بشكل تدريجي ولكن نهار نمشي الوضع انت مازال نعرف نختي مازال غير مقنع كاتاستروفيك قاو غاصب للتعليم لا الاعلام لا حاجه نمشي نكواس البارا كاين كواس اسمن كواس اسمن شي نكوا فهمت تما مالا ولكن عاد عاد ندرج يتسمى واقع التعليم اللغه نتريفش ذي المدارس النغ الطاوله النغ يتسمى يبودا يبودا ريفيا يتسمى كيجن الوقت مرا
ما ننسيو ذاس الفكرة تسمى الأهمية اللغة باش هذه قيم الإنسان نعرفها. أم نقار بدا أنه عارف قد الإنسان سيتي شن المعنى قواتجبو تمنيات ورا الدولة المغرب ورا أي حاجة. قال الإنسان الريفي نتايتي شن المعنى الكون الريفي نتايتي شن المعنى يزرع يتصودا وزروه ما وين هذه مش داس قان يذورا يغزران يرسجوا يتجان دي عارف لأن مريم موث يرسلنا دونك انذور بين قوسين ذي غابيا سلمعنايا غديت واضح نتيجة طبيعية. غابيا واجبو يتسمى لفظ قدحي مي امنيثني تسمى نشين ما امنيثني مش ذا نتسمى ما مش خسن راشين غان غير حقا نسمى الاخر دونك ايرفين ما خسن الدورن دي غابيا اقشوا دي جو سقسي خسن خاص نجاوب يعني دي من دي قوان يا خسن غنشينو من بعد انسي وراكي وذاني تمارس التعليم انت مازيخ صغورا تمازيخ في عريف انسي ورخ الواقع التعليم واش ديني التعليم انت مازيخ في نيشان نا انتريفش نيشان يثاون نغ ني هو دي لا نيشان ولي لا ولي ايوا مشى دونك المنيه انا هما نفارق خويا وياه. الحل غادي يمشي الحل وارد السي شاهد هو انه خص ديرينت مؤسسات وتجيش تنوها اللي عارف مؤسسات خدمت منايا دونك الحل نس هو انه يوذن لي لانغويستيك نيغ اخسر كل المؤسسات واخا وتجنت مرتبطه بالدوله اللي غاسي تسمى بيجي مثلا 8 في سي غتخدم مي الاساليب ذي الوسائل يغان غنشيني تسمى بينا نغي خسر مثلا ما مش المؤسسات فالوريزانتي جنيرس اش جن اكزومبل واه اش جن يجي سنيت سيدر قناة نجاة الهاشمي توري جن رواية سكاتالانت قناة سودا بس عرفت البتريريك الاخير سكاتالانت وسام مش سكار تاني تاني تويت جائزة هم زوار دي وقت اني دي مبرو عقل خاص 2010 2011 ما عقل خشن مليح المهم في الفترية تاني تاني اجن جا اجن احرام الغنضة فوالا فوالا جنة ومش قالوا ميتي وميتي تاع الجائزه ني مشينا 60 الف يورو نادي تما مشينا كاتالونيا كجائزه من الروايه ذوي التم زوارد 60 الف يورو هي 60 مليون ناخذ كتاب مش تصور انه ذي يعرف نعرف فيه الشغل الجنيوره روايه يعرف جائزه مشيني اللي فيه انت 60 مليون انت شاست على ساتيني قاش كذوي دم زوارد ديال الروايه ثاني ثاني سريفشت كانت الشيش مين تقداني تاني نشي دفالوريزاي رسمنا ناخد جقد ايو داني لي فيني خصصنا كونسوما استهلكن الثقافة نسن استهلكن اللغة نسن يخصها الغاسطان تين الغاسطان 22 باش كونسوما ما مش بنادم يتحتاجها غادي يرسل غادي يسوق كيلو بطاطا بصل كذا كذا غادي يجبد مثلا 22 غادي كونسوما اللغة خميرة انا اوض نشي غير مرحلة هي ثاني ثاني انه يري فينا كونسوما يرسن خنين زعما انني بلي قنغ شويه مليح عقل نخدي السكف نكوا غزال يلا هما خص السكف انو يا غزال ولكن ماذا نهار يوداني لي فيه نوت كونسوم وين شاف يوري فيه كونسوم الثقافه ولكن ما يتكون ما يتكونسوم دير غنوش لما هو سمعي لما هو بصري مثلا يبو ذا عشان الفيلم داري فيه راح غادي 60 دورو غادي راح فارش شغل نيج داري فيه مثلا نيغو كذا غادي غادي 20 غادي فارش ني غادي يسر ولكن شان يجي شان تكست يورا سري فشت واش ديني لي فيا ني زعما ديس هذيك زي بنص غادي يسر الكتاب جان ولكن دروس وغنخرج نسوق مثلا زعما مفهومه واني ثاني جن سوق ماني ومودان تكون صومالي يرسن ويجي ما عرفش اش اتسمى ان سيور دي جي تنشت وري غنه اسوسي نروح لذي الاطاره تاع الزينه تازمين الانتاج غاس الانتاج دي المسابقات الادبيه الشعريه وين الانتاج غاس مليح وتكون سوما خاصتيش جوائز تي شنوين يعني وايري فين بالو فازريخت وايري فين عاوه اون وي شان شي غمانيه لانه ما يخص يري فين غاسني لي الوعي انه يخص العمليه هي ثاني ثاني ضروريه هما غاتيري اتيري دي الواقع يخص لانه ما يمكنش نمشي نسم غاز كيرسنا اسموكش نفالوريزا مارا وخاص نتغاس تاع بوثين عاشين مارا والنير يجين شان نعامل ذا صبحا وخاص نخرب المقابل قال لي انا واش مثلا نشوف شي اكزومبل مثلا يجي من ادم تيشوف ناس تيري غاس طاس اللغات يتقن طاس اللغات قابو ذا
هذه خرافه، هذه بدع في العربيه يعني في الفرنسيه، لانه ما يغزى المقابل المادي، غتشجيع لونكوراجمون غير ميمي ودنا دا صغار، هذا صغار هو غير لو فيمي ودنا دا صغار، ما كيقراش تاريخ الصعاب ولا تاريخ الفرنسي، مهم ترى مسلم فهمت. نهار مهم ما نمشيو فرس الشروط يواني ثاني، وا هذه يعني سمازي الابداع هذه بمعنى فوا فهمت. دواني مهم ثاني من داخل خصني شنو مهم رخوش سقسي كيش جيت نغني يعني سقسي وسيد رخوه كنت عارف اني يصور مثلا يصور تعرفشت ولكن خميني غاز دي تس الاخر مثلا يتس جني جن صور الدارجه تيرين 20 جوذان واني صور الدارجه يصدق في عارف كتازي 5 سنين 10 سنين 20 سنه دكر 20 جوذان صور انت عرف ذاكي سنته ما مش توريش يتسمى منايا واخا قد المجتمع واش صحي يتسمى واش صحي دكاين تكامو ما غانشين ولكن خصي وير متعرفش صحي وتجيبو صحي في نفس الوقت، صحي لانه بدا تواصل ذاك بنادم ساي لغه مش مثقه تما وانت ريش نقلنا الدرجه ني، ولكن وتجيبو صحي لانه اوت فالوريزي شو يرسم اش ليكزومبل غادي فرونتيرا المريتش هو فرونتيرا المريتش قطر واحد غوينات غاشان الجن تما عسكري نين يغضب بوليسي تما يخد اسبانيو قدينا انا توقيع عينه شو تما اسبانيو تينو واش حتى ردينا صورا كيس جرانس شبو كيش جرانس شتير يضبط مليح نخت فرانسيس يتعرض خفيف اسبانيو باس واش جيم واتي واش واش واتي نين شتعتبره عنصرية مثلا شو تعتبر شو عنصرية بوركي تعتبر فقدت واحد نص ني راح كاتالونيا يجني يصور ديك ديست كاتالون واش تعتبر فقدت واحد نص خاص الحق دي هذه مارس اللغة نفس الشيء نشي نق ماذا ما كان غادي واحد نص غنقدر حق نمارس اللغة هذا المارس يفهمان خلينا نخوض اخي فهم وين المشكل الناس وتجيبوا المشكل ما فهمت ان فهم اشارات ناس كذا، ولكن كل جني يتفهم شنت الناس يتفاغ مع الناس فهمت، والجنو يتخلي تسمى خويات الناس مين يجان نورمالمون ديري هو مين يجان دي دولة ديمقراطية يعني يوزانت نورمال تسمى تقارنت اسلم من تمازيغ تعرف اكسيتيرا دي وينات قادرين من يجني يصدغ مش ما يجي يصدغ نظاني خير الحسين ما دي سوري مازيغ هذه فهم هم هذه فهم، ولكن ما دام انه السياسه اللغويه ديال التعليم في المغرب يتراحي ديك التمييز دونك انا اذا انه يري فيه باش تقاوم اللي خصنا نضبط كنوع من المقاومه، لانه ديال مقاومه لغويه اش ايش نحاش المغرب مقاومه لغويه مهمه دي كاتالونيا اللي فوت في الخمسينات توقع سميج الحركه قالت حركه النهضه الثقافيه الكاتالونيه دي 53 مره وعقيل قانا كاتالان كانسو كاتالان يلا الافق نس نديرو وقت اللي قانا شنغنوش كاتالان قانا شنشي مارن كاش نحاش تسمى فرانكو وينات فوالا قانا يلا نشي نغنوش كاتالان تشفانا قا النهضه الامازيغيه افكت ثاني ثاني لانه ديني الجن قانا سمح من الطفالي ميس نايت في شاع يغرد مريتش قتلين سنة وفالي وان نتسرايا سطات وقنتا انت يتأثى خص الحركيه ثاني ثاني تبغي تقاضي مدريد تبغي قاعده تبغي تصرخ الحركيه ثاني ثانيه يكسد الفكره اللي سيخ في الناس يقرا ميمو تشيلي الحركه نغنش مزيغ انكش اغنيه ملتزمه قصص تلك الاغنيه الملتزمه في السبعينات الثمانينات في اطار الحركه الامازيغيه فهمت، لانه باش ان السمغاز كيرس النخ كذا خصها تنسخن يرس مالو تستخدم ديك مده ثاني ثاني تسخد مد وسخش القيمة وتجيبو مين يقان ايوا مين دايت خشا ثريفش واكثر من ذلك اش شفت اكزومبل راني تما تخش ثريفش مين دي غاتك ثريفش دي سوارك مي عرف قواني تاي تسمى يجن واخا المشكل واخا المشكل يبدو كي لقاو تجيبو نيو ثانيين هو اروح انتقد شويه نيت مثلا اصني قص شحال ولكن معليش اسنت نيلي معليش النقد خميني تيري بناء النقد علمي وغنغبو المشكل نشين حتى يني غنتقد اذا دسنا دخشنا لي جيستيفيكاسيون ام دوكر نغ ام دوكر نغ تسمى الحركه الثقافيه الامازيغيه ديال الجامعات ميديتا في الحلقه اللي قال شان السي ورسي جنير سنخ وتجيبو راس حقا يرسنخ قال خاص حقاري يدير سن شوما نورمال حقاريت اتناجد لانه قال لي نازل على لساني لا قد سحقاريت لانه الوظيفه التواصليه تكسدات وي
لست ما تمام اللغة غاش وظيفة تواصلية خميت قاد قاد شقاد سيور تجنير صوني وتجيبو دي وراس حقا لا راس حقا ما ما وبالتالي شيك شيك كحركة ثقافية أمازيغية طولوه خيرس الطولوه فرش وكاد كوارت بانيرس مراش كنت تستخدم يتجان كسيدة منو سنس ما بالك وفاي عادي وظن غني جن مثقفين فهمت يا أخي هو المشكل يتجغان قتل في مغناس يخ المناضلين يطلعوا الحركة الأمازيغية وينات قتل سيخ من سويت كونسومي لا تمازيغت ليش نحاش نهار تتكونسومي تتكونسوم ما يرساو النغني واني تا يتجا سي ان كونستا يتجا وكتازي ما في بنادم لا علاقة المهم بنادم عادي اذا عارفين في المازيغ ويجي اذا مغناس نحكي كذا يتكونسوم ما يرسنس ديني ودان تواس حسني سلا معرفين واه الطاس ودان قان نص الريفي وتجي لا مناضلين لا والو يلاه تعجبك صديق عسلان واه وبالتالي واش يبقى بنادم مين فهمها عنديش مريت مازي من يتوكشي مرة من هي هو انه ثاري فش دار رودنك قام ركسني يوغدان ركسنا رودن قيم لي عاين وغان غوالو غان ايوه قيم مني ابقى بيعين يعني الخونتا الدولة عبر الآليات السلطة ذوينة ذي المشاكل نستاذ الزنخ كسارو سلم عنايا ديريكت عرض تكساش ثقافيا و لغويا لانه تسمى اللغه غيرس انت دي جزء زي الثقافه و ولكن قد ثقافه انا عريف قد تنجع قد مكسر الطاس قد شنو يمكن وطلع يشوف قد تمد الدون وميت ضعف ديت وميت ضعف تسن تمثلين قد تصل لي كومبورتمون تسمى لي كومبورتمون سوسيال نيريفيا بالترند اكشن بالترند سيور عن سيور غا خل المظاهر الثقافيه رخو خو مثلا خمي انغزا غا ذي 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 فرح النغ ذي فرح النغوران بقينا ني غنغزا ذي رعزا في النغ يعني ثانيش المظهر عادي فعندو تغزا دايس واش كبنادم اش كبنادم يقاش يسمى غا ثواد بنادم ذا بارشن غا ثواد يستقبلش يتسمى الحنانين غا العبوديه ني غا دياوي أدياوي العمارية يمكن يفاسين حافظ نخاس كتراث ثقافي نسن حافظ نخاس عماذا ولكن شين ميت ديوين غان قال حنين غا العبودية ثانية التصني ولا زائد زائد انه اريفيين اللي حنا الخارج ايراني جد دور سلبي بزاف اطس ما يميش لانه نورمالمون اريفيين اللي حنا الخارج راح دول ديمقراطيه دول متقدمه توغا نورمالمون من المنتظر ادي راني جد دور ايجابي ادي نعكس ما راني باش عارف هذيك قاعد هذيك كاع اتوقع اجي النهضه اجي نتنكر هذه يعرف يوقع العكس يوقع العكس توتالمون قد هو المشكل اللي مغا الاسلامه الريفيه ما ليست تكا بقات كتزيد زيد مزيده وين بلجيكا فرنسا هولندا دونيمان الاسلامه او تكيبوت غادا اخر الريفيه هما يروحوا لغا الجامعات قاتو غا في اليساريين زائد احنا الحركه الامازيغيه يعني على حركات تقدميه تمام عما في متجه غا الاسلامه الاسلامه ما ليست تكا فكت زي الخارج تكا زائد تويا نغد الليبراليه سلمفهم السلبي لان الليبراليه راس مثلين ايجابيه المهم نافقة الثورة لا يا ويد اذا بنادم يدرك واحد يتبلع خاصة وعف تويزات اتسيتيرا في مسلايين هنا وقيم انت شاسيش الطريقه اني نغنيت فهم هذه الدق انه بنادم يتعيش في الناس الاسره اللي تم الزيان تجع على دوينات الكونتاكت نص اك تشار اك العائله اك لا فامي يجون طبقات وقيم شاس هنا مسلايين عازين في البنيه ثقافيا ريفيه في الزور يوقع رحيض بنان رحيض جات مغاد دوايز هذيك الكوره عندي تيتيغا وينات القاره شو الاسلامه زائد مش قال البين البنى الاجتماعيه صار صار سيري فين خارج صار السن مخزن هنا مسرايين ايران اش دور سيلفي اللي تاع الزيت نيري فيه واش تراها انا شخصيا واش تراها انا غيودا من الخارج انه الدور السيلفي ايران يخصها تقريبا هذه عندها دور ايجابي نهاري لانه الفكر تما الثقافه المهم مي جون سبحان قد الغربي في الدين قد القطيعه تماك الفكر اللاهوتي قد الغربي في الدين وبالتالي خص نورمالمون الانوار هذا الكنز الخارج هذا الكنز اوروبا زي الشمال وجينا كنت زي شومشان زي الشاق زي شومشان غادي نمشي نيري فيا يخصها نربط المسير النور اك اوروبا مسير ثقافي فكرة فكري مهمة الأستاذ يتسمى في جيفاز الإثارة لأن
اشحيل غا نص الارسولا كيم كسيل ورمى كيم هينكسن واه ومغا صافا ثندا في ما في ظهر واه اخر نص مش اسقان وراء الفناء النساء الحياة اليومية يتمغاري نعرف واه وغونك قارو يتسمى الكتاب ني ذا يسيج ملاحظة يتسمى وجيت سروبة ظريف ظريف ومع العلم ان انت في مرميتو ساتوس دي ستينات نحس من شين ان تغذيني جناع الريف يتسمى الريف ستابل الريف قديم من واه تتصور ستينات تروخ الريف قراش للاسف انه إريفيين ذور نتقن فوق ذي عرف واحد لين انت ذوات السور بوخ عرف ذي تنديد السور خارف غبار لين انت تعود السن فكت زي الغرب السن ما يميت قن فوقية لين غاس البوليس باس انت معاف واه 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 يتش بنادم غاس غاسي يران عارف نركتاري يتقن فوقي ذي روست اقش راح ويتشمي الهواء مليح ويت وين يتغمى ياسر بيوت تغمى ناس تسود ناس تغمى فوش توت تويري يتسمى غزاي بنادم من ديويز الغرب يويد يتسمى المظهر يتجان مظهر سيء اش واحد نحاش ماني اش نفكر انا يعني كريم اتشاش غير كيف مثلا انا مثلا بالطوي الجنجاره راه في قبيريه في كابي في قبيريين مثل استفدن فرنسا استفدن الانفراستركتور دي الخمس دي الاربعينات الثلاثينات زي الثلاثينات الخمسينات تظهر دي النخبه قبائليه النخبه تقبير إريفيه مالوغوزمون وانا غش وارتي الاستعمار وانا بوش وارتيك الاستعمار لانه استعمار غير جن قوه استعماريه وغصبوا اصلا ارث استعماري تخنس وغصبوا ثقافه استعماريه ما مش جا فرنسا بريطانيا لانه بريطانيا في فرنسا تغصن ثقافه استعماريه غصن ثقافه اغيتاج غصن اغيتاج ارث استعماري وغصن نظره ليوطي وميوس المغرب قال ليوطي تغيبت فلسفه كمر فلسفه استعماريه تبقى ثانيه ده هي قانش قنتكي استنقع الدولة الحديثة المغرب وبالتالي ميري في نوميتوس اسبانيا دانيتا اولا توسد في 26 وميث تم تكمل الحرب التحريرية نعرف زي 26 41 اسبانيا تغاصب لا ستابيليتي سياسيا تغادني من غنجاي الروح لي ريبوبليكان جمهوريين اسبانيا لي رواياليست ملكيان اتسيتيرا تروح غاود غا الحرب الاهليه من اسبانيا جا 36 39 من رمي اسبانيا يلا تبدا تقل المدرسه تبدا تقل المدارس يلا ذي الاربعينات ذي الاربعينات اريفيا يلا استفد نسي 16 سنه ني غوث كمير ني غير 10 سنين التكوين باش نتقى اسبانيا ذي المدارس تغايو ذا نطرح الشيخ زايوح وقت ني كذا اتصل ني نخبه معينه تغايو حنا تيطور القانديني فما حتى محمد صلى الله عليه وسلم مزيان غير ضعبي لي تيتوان فما في ونيكين مين في فرنسا قال تما الثوره 58 59 وتغاد المثقف تما المعايير من الوقت النيل ولانه يحتيري فين وميرحن محمد صلى الله عليه وسلم مزيان باش هذيك تما هذه قود ما نينقا وجا راح نقاس اعتباطه قال له انه راح نقاس باعتباره تغا توالا انت المثقف مثقف تغا يغرق قناص قبل ما يغرق قناص السفرين كان سواتيني اذا ازمان هذا يقول وعبد الكريم كان توجيه قدام النواب كيقود باعتبار انه تغاد المثقف من الوقت النيل وقال سوى وغير الوقت جدالية السلطة الثقافية والسلطة السياسية ذيني جل الجدلية لأن بنادم خميني تيري مثلا ذي الثورة 21 ووفين ومي غوكشن شاني الجن غا السلطة الثقافية يتسمى إريفيين تغاتي الشن لاعتبار المثقف تقناسي جمو مشان جنات سران غاس فهمت؟ سي فلان نمشي نقاد العقل قبل ان تغير الصغار الابتدائيه قال السي محمد السي عبد كذا السي كذا فما هو يلا نهار المثقف ديالي وغاصبو القيمه نهار القيمه قطعوني غاجن 8 هذا يتسامح ميجن القوس دانيتا هذا السيور غيتسمى في مسراشته لان لابد خاصني السيور انت السيور مثلا خواش ساسغ شكيك محمد بارشن وخا المقارنة لا مجال للمقارنة ولكن يوذن وغا غسل وغا غضحشن
وغقن ويرانا واري غقن وبنادم لا يتقن وراذ ثنين ثنين الآيات زي سورة البقرة لا يتقنها يقول دايما كذا يقول نسفق الغاز يعني نتسمى ذكوين هذه المشاكل لأن ذات خميس سورت زي قيمة اللغة خميس انت الشي اللغة النغ القيمة مران كشيتي المثقف النغ لأن لا يمكن اللغة النغ أتقعد ذي دور غاسيج القيمة مبرا المثقف ما يمكنش ما هو نقش القيمة المثقفة ذا نغدي على اعتبار اللغة سواء على المستوى العلمي على المستوى الفكري هذه ناقش هذه قد يستيور إذا غاسيج إذن ما يمكنش تعرف شنو غاسي دور القيمة ليكزومبل الربيع براغ كانوا لنا من فرنسا 68 حركه من طلاب يعني 68 قودي هو الغشاري جون بول سارتر وي فوكو فوكو اثنين قاعدين يجوا فوتو اثنين فوكو البوق خمين صور فوكو وخمين صور القامات من فرنسا القامات الفكريه من فرنسا انتي العالم جراند العالم ذي رقصني القامات العالم فهمت انتي جراند هيك الحركات احتجاجيه مطالبه تسمى ديمقراطيه ناس حريه ناس كذا ناس كذا لانه ايريفيين احتاج من مساله نغني عاود تسمى كمل في الفكره النيه ايريفيين نهى وميوز في الجامعه هو المشكل اللي يوقع قالوا له الجامعه تغادر فكر يساري وايريفيين وسيند نتيجه التعريف التعليم وبالتالي مين بيخفي نفتح الاثنين نفتح النصوص المترجمه الفكر اليساري وتبقى الترجمة تراكيكا وغالبا وسينتيد زي الشرق زي الشق زي زي لبنان العراق زي لبنان زي مصر وبالتالي انه بنان معرفي في الوقت اني يجي جانيزم ما غادي يراجع دور طليعي في النهضة الثقافية الريفية في الأمازيغية يعني خيتي تيغا باش يويا غزاف هذه ريجن غاسي ريجن دور التوعوي النهضوي ويدير عشاء يدور المستلب يدور دوكا المستلب ماشي ماني غنسن الدور المثقف ونيتا ما كل الانطلاقه الثقافيه وسيندي جنوفان مية وقع ما يوقع غير جن الصدمه سيغتومي وذا وينا في الاتحاد السوفيتي ذورنت الشعوبي تغا في حكم ذورنت غير الهويه انسان ذورنت كذا دونك يوقع غير جن الصدمه ذي عريف لا مازيغ مارا السنين يبدا المثقف في جن اتراج الدور محوري في مصرش هاتو ثاني ثاني السوار خوينا في انه مثقف نعرف مثقف تسمى مازيغ نتيجة العلوم الإنسانية لأنه يودن وي 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 من يودن يقود قال اللسانية قد يقدر تسمى مازوق الورياشي محمد الشامي يودن تقعد لسانيين أنثروبولوجيين سوسيولوجيين أدبيين يودن يتقن الأدب فهم أدب النظريات تسمى جند كل جند التخصصات النص وغرين وطلع عن خوينا تجارب من الشعوب النغنيتينا وبالتالي يودن يثير ذا سنجن قلق فكري قلق معين ترتبط نهني العلاقة نسنق المحيط نصف فهمت؟ قال انه يوذان تم سورتو قاضي قطور يوذان راح فرنسا قال لأول مرة تكتشف شنو حاجة ديرو شيرش في المازال لأنه بلادهم تغوي تفكا قاع الذين شنو فرنسي سيكا ديرو شيرش في المازال ومي راح فرنسا يفادين ديرو شيرش في المازال ومي دوسين غايا الريف قال اسنو ديقاي فرنسي سنقد غاس نتاع الزوفين خاص البحوث في المازال تقني وذا تقن قانس قد مازال فهمت وبالتالي انه النتيجه اي فعل ثقافي نهضوي هذه اللي غزال هو النتيجه من عصارات الفكر البشري عصارات العلوم الانسانيه بالخصوص عصارات السوسيولوجيا كذا سورتو انه مثلا عارف اخرى يتعيش ايش المخاض مخاض ضم قران تحول النفس دي مجتمع انثروبولوجي غير مجتمع سوسيولوجي غير مجتمع تندينت تما الأسرة النووية ماشي الأسرة الممتدة أتصنت مصريين تحولات تينا تحولات جوهرية تاريخية شنو كيس نتعيش وزمان نتوالى وزمان نلاحظ الظواهر الاجتماعية توقع انت يعرف وزمان نلاحظ إلا سوبرفيسيالمون سطحيا ولكن تما مين يتجن غا داخل تما العمق البنية العميقة مين يتوقع التفاعلات اتسيتيرا ونطلع حيت شا تاتيني خصاص بحوث باش نفهم الذهنيه الريفيه نفهمي هو الريفيه الانسان بنادم ما مشيت فيك يمين يساور ما مشيت يتعيش يتسمى يتنفس التركيبه النفسيه النفس العلاقه نساق المحيط النفس ما يمكنش نفهمي البنادم وانيتا الانسان وانيتا ما راه ونستعن
جملة من العلوم الإنسانية، اللسانيات، علم النفس، سورتو علم النفس علم مهم، وأنا حر تما وغادي نستغلوا ولا ديجا نسبة الطبز مزيان تما عاد ما نستغل والو ديال الريف ديال الجانب. والو والو وي والو. وبالتالي تما منايا ضروري ضروري افيري حما نفهم انا نفهم بعدين شي من انا انفهم يخفنو. ماشي الهويه لنا سيغتامون لا، ولكن خاطرش نتسن قادر في اندي مازيغ نتيتي، ولكن تمسري المغني جان اعمق واعقد دي منايا فهمت. ما يمكنش نفهم واه زيد روح روح نعرف، ما يمكنش نفهم بلا ونستعن في العلوم الانسانيه. وي طبيعة الحال. دونك حتى ما راه خصنا نسيوري يعني زكي جنب جهد الإنسان عارفي ما من تا ويغوض مثلا هذه طواح هذه قطاس مصرين هذه المؤسسات هذه دفع اللغة لأنه غاصبوا قرار سياسي بكفوس الناس. دونك انت عادي الله يتمنغى غادي يوير بعض الحقوق غادي يوير بعض الوقان نفاهم في مصرينا، ولكن ثم سرشت باش انفالوغيزا اللغه غادي سنكش القيمه غادي سنكش كذا باش تيري ثقافه غزه تيري كذا، لان مرنز ورد غيجن جيت غيجن غير وقت اني مثلا الانطلاقه الثقافيه تغسط و يتسمى حديديه يتسمى بوذا فينيغ كتازي نهارا، ولكن تغذيني تغذيني يتسمى يوذان بدان كذا في وقت النيو حتى تغى شوي تيريفيين تسران شوي غي يوذان يغري، فهمت؟ تو تسران شوي تغي يوذان يغري تيريفيين و مع إطار النقاش التفاعل كي شتو متكاريب نرى الدولة نلاحظ أنه غاس توجس زي يعرف ديري فيه يجي حاضر ماني تبين مانيا زي 2015 إجن مسرشت فكا يريفيين كين خاص إجن دي بادام قرانا زي بدا زي 2007 ولا 2015 حيث كيف السن 8 سنين من النقاش، واللي هو الحركه الحكم الذاتي على قنصك الجهويه. مثلا الدوله المغربيه امري جاغاس نيه وغاتبو التوجس زي يعرف تيري على الاقل على الاقل كيج نيه حسنه دي اتوش اجن جهه ترابيه دي ظل الصلاحيه تجنخو بطبيعه الحال يعرف السيور خيج جهه قناه جهه الريف خيج جهه الريف الكبير، ولكن الدوله دي ديكوباج يوقع التقسيم الجهوي الريف يبضاخ ثلاثة جهات إدارية، جهة الشرق جهة فاس مكناس جهة الحسيمة طنجة تطوان، ثلاثة جهات إدارية رغم أنه كان خد كيجن الدولة ما رسوا الخير فيه الريافة الوافة نشين كونتيتين جا دي الدولة، ولكن الدولة خميت كونت نورمالمون كونكريتيزي تسمى تتجسد من سياسة على المستوى سياسة عمومية نخجي قرارات سياسية وتجسيد شو دونك ثاني تاني استمرت بإنكار نذكر ملايين دغما من نذكر زيد دغما اهو زيد اهو يسنبدا نذكر دغما يسنبدا هو جن حاجة تجاذي الواقع النخ كاين ريفيان كاين مغربيان تجاذي الواقع نسن ها الريافة ها هادي يعني الريافة تحيل ديريكت غا اللغة نسن غا الثقافة نسن غا الشخصية نسن غا وينات، ولكن الدولة وزيست تعترف ما مش كاملك اللغة نفس الشكل هو الساس تعرف السنة الذي انت مازيغ تتساز تعرف ذي تسمى الجسيج الإنكار ثالثا سياسة أمنية إنكار نفس الشكل مقاربة أمنية مقاربة وقابو قارسن هادو راه راسهم قاسح كدا غنربيوهم كيفاش غنربيوهم واش نتشبو اسو يعني يرسن سن سن تقاسن ما يسمى التركيع يخصصنا اثناء تما اثناء كعس بزز لانه ما يمكنش تبني ديك دولة خاص مقاربة أمنية كيفاش ما يمكنش امبوسيبل. اذا خون الصور في سياسه الادماج يعني كيف دين بزيت صغير دين الادماج قد واد المفهوم سياسه الادماج انما الاحتواء نظر التفاهم تسمى الحوار كذا باش توضغ الصيغه معينه وذين شاب تاني انا حرخوغ اللغه الريفيه وتحدي اللغه الوصفه لان ضاع بين الساعه والساعه موال ساعات عاد ضيق ويبي ملايين النقاع دونك اللغه الريفيه وتحدي اللغه الوصفيه تسمى ما مش غادي غنكنشين انا
لغة نغتاريت اش تتناري تسمى لغة علمية، واش تسمى نزمة، واش نزمة في حدود انه مثلا ما نتروغان إرادة سياسية. المشكل الويناث اللغه الوصيفه باش تفهم نيت مثلا خو يتقان بعد هذا مزوار واه اكيد يتصوان نشد الشكا كريم خو نسوار نقيم ذي قهوه باش تصير انا غيوذان مثلا نسوخش المشكل معين باش ما يبقى غيوذان هذا فهمن اوتوماتيكمون، ولكن تصور مثلا فوكو سارتر ديري في نسوار المزيخ باش نسوار نتناقش نيجي المشكل فكري جن قضيه فكريه مثلا نتناقش مش عارف تصور مثل المزيخ جالس، ولكن سيغتامو يقول لنا نغني وزما فهمت يمين قا مين يقا فوكو مين يقا صارت ما يمين، لانه المستوى اللي اللغه قال الفرنسي سميتها لونغاج يودان المستوى اللي يزيد السوارن ليش المستوى يعرى يتقعسنش يعني نش يعني واخا نش عارف شي يرسل يجي ماشي ما مشي السوار مين خدام غداوال ماشي بالضروره ونغني غتفهم باش تفهم ونغني يخصك يدي شاش شون ليكسيكال تسمى الحق المعجمي الحق الدلالي باش كي دي شاش مثلا خو اثنين دي فيزيسيان فيزيائيين سوا تناقشني مشكل فيزيائي مش مثلا ادبي وزما نفهم من القان يعني استخدمني الحق الدلالي الحق المعجمي وزما وزما تسمى افهم دوا ثاني نبي قال اللغه الوصيفه انا اللغه الوصيفه خصها نجد مزيغ انه اترتقى اتقعد اجن اللغه العلم اجن اللغه الفكر ميم مش زعما انا وضع منايا تكاغ لاميناجمون لانغويستيك سوا غنجيني التهيئه اللغويه وباش انك التهيئه اللغويه خصك مؤسسه فهمت باش تاني نيتجان يتواري غنش المدخل ذا ذاف حما انا وضع انك منايا سينو قادين ني في زعما باحثين باحثين خدمن خلينا هو نيولوجيزم تيرمينولوجي تيتيرا دي بحوث اطروحه في الدكتوراه تمسرايين يمكن تمثلين هنا ولكن انسوفيزون ميم مي انسوفيزون لانه بود على المستوى النظري اش داو يخ تمثلين وجدت نظريه نظريه توجد تعدل ولكن نظريه اللي باش تطبق عن طريق التعليم عن طريق الاعلام اتي تسهوي النظريه اللي تسمى تطبق غاد ما والو اللي في وغاسن شنو اللي في نوار خوت التلفزه وانا بويا الراديو وغانغبو الجريده تسمى صور خصم جريدة تمازيغ تمو كذا الذي جن 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 نافذة إعلامية خدام يرسم والو زائد وغنخبو التعليم وغنخبو مقررات دراسية النقد من جهة ثانية وبالتالي مرحليا ثانية ثانية تسمى صور مرحلة ثانية ثانية تبان عادي خصنا نغطاس من الوقت حما نوض المستوى إذا خصنا خصنا نغطاس الوقت ولكن من اللغه الوصيفه ما يمكنش غاس نوض الا وديني خص ديري انت تما قبل قبل لانه خص ديني ديري انت مسرعين يتجند قبل نسوجد وما نجم زعما غير السجد حركه ادبيه يخص يدي فينا غاس نتيري حركه ادبيه تجهد مره اللغات ما مشي ما شقنت مولنت ما مشقنت توهي انت قالها توهي انت اللغات الحركات الادبيه قالها فرانسيس تيمريو تجيبو فيكتور اوغو ميرو جي بودلير ميرو جي فالزاك وسيغ من ريف مود تيري تيري وزعما غنسي ورخ فرانسيس طريقية ثاني ثاني خو ثاني الحركة الأدبية ثاني تاذي جن الدعوة ريفيا وانه داري نقارس ريفيا ماشي لابد تيري ثغريتا عرف الطاس ثغريتا فرانسيس الطاس باش تعريف نص أدبي إبداعي غتعني أتعريف شعر دونك نقارسني وذان افغان الطس مازيغ ستريفشت لان فيني يثمث نغي تعرين افغان ستريفشت اذارين ستريفشت يجن حاجة تسمى مهمة لان يمكن يجن امون شي نقا يجن امو انسان عادي غاس يجن مستوى يتسمى وجبود نقران دي دغوريا مثلا غاس بوش الشهادة في مدرسة ولكن غاس القدرة يتسمى يزمع غاد يعري سريفشت لأن أوتوماتيك موقت غاس ما ريس سنغال الفابي أزيست يعري أقا في راح غاوين أذا دياس غاو مغا المتخصصين أذا استعذرام أذا استقام يتسمى يبوذا الحركة الأدبية مهمة بزاف الحركة الأدبية هذه مرحلة هي ثاني ثاني رخو مهمة
انه انت حدا جيت تسوطس ايوي وداني خصصنا باش ني غنجي لنا الكونسوم انا استهلكن الغسطان اسم قاسم مزيغ الغسطان يفسنس الغسطان تستخدم لانه الطريقه هي ثاني ثاني انجليزي نزمع نشي بعد على الاقل نحافظ في وجودنا ان نجيج المقاومه الثقافيه لا ريزيستونس كولتورال ميم ايزي تيري المقاومه الثقافيه تيري خميني تعززت الحضور نيرسنش على مستوى الاصدارات هذه الساحات الفضاءات العموميه هذه الفضاءات الخاصه اتسيتيرا اسم الحركه الادبيه يعني غتيلا ستمازيغ في فيسبوك نفس كذا تاتيج جانب مهم المقاومه الثقافيه ماشي نخص نقاوم لانه ما يمبير وغير خان غنقاوم هذه نجم سياسه ومنهج تستهدفها وبالتالي نشي باش نجي اجن ردت فين هي عندك مقاومه نتقاوم سياسه هي ثاني ما مش ما نقاوم هو ان نرمذ يرس النقص يخف النقص ما يمكنش شي نظره جي خد الدوله تسدي الصفحه المزيخ نش راح ترمي لانه الضغط اصلا الدوله واش تخص وتخص شنو واش تستلم بالتالي شك وجيت كان قادس لا تفش التبرير قرر يخف اجن العاج ضغط غاك قادس لا قاش ما تعرفش ميزي وتغريخ شقا واقع شي مار وتنغريش ولكن ديني ودان رمدنت سيخ فنس سيخ فنس رمديت وقاش سنغ بنادم تم دوكرينو شنو بدات تشهد خزايس وتقعبو يسمنس ويودي في قاعده مزيده ويودي في مزيده تحضيري وغاسي تجي المستوى التحضيري ولكن تعرف ما زلت نعرف سيش نسمس القواعد الطريقه ني امبيكابل زعما ولكن ما يمي اي راه خاص اراده حنجا العرياز يروح يرمز يقا يعزو تيتا يوض يتعلم مليح هذا النموذج المقاوم الثقافي وهذا النموذج مهم لان ثمانيه اذاش ني غنوا نقارس الدعوية تكيريفيا ماشي لابد ديري غرام خميني غيعزو التخريفاش لان اوتوماتيك ما قطغاس باللغه النماس اقطغاس يتسمى فغيا ما تيتقن وذني بوش الصعوبه تمقران فغيا ما تيتقن فغيا ما تيعرق وتتعبوش المجهود ذا مقران مي هذا يبدع السريفاش هذا يبدع السوينات هذا يبدع اللغه الناس كوم ميم هذيك شويه تنع الروج ذي المقاومه الثقافيه وتدعي غنش مثلا ذي الاطار المقاومه الثقافيه اي وذانا تقل المحالات وتقلبوا وين وسيغ من غيك حديت موسكو حديت فانكوفر حديت ايش نادي قر قهوه الناض ايش نادي قر قهوه ميضه ايش نادي قر قهوه نركب داني نشب داني تسوي المنايا من الدقه فما الثاني تاع المقاومه الثقافيه لان بنادم خمي دي تاف غاثندين تني خمي دي تاف فريجن تماث يتاف يسمعوا للناس يسمعوا للمحالات نسن نسن واش كمل بنادم غاس حانت وهيكس محمد جمال الدرة فهمت مي مو ذا سيت المحال حانت عماد العتابي مثلا مثلا ريفينوكس قازي اكبر انواع المقاومه الثقافيه في الدقه المزرعين خميني اش تواه الرموز الرموز الثقافه نعرفي انت مريفيه تحولت على المستوى المجتمعي مثلا ما شنيت شك انا جامعات قاضي قدور مثلا نخص قرصي جامعه قاضي شارع مثلا شريف محمد مزيان مثلا بوح شارع عبد الرحيم فوزي عندنا اسم الشارع على الله فهمت يوزن يوزن غير جن شعراء نخكو التام نخكو دابا يخصنا نشي اثن الصمغه وغنبكي فيين نخي مازيغ اون جينيرال خاص نلو مي بخي دو سوا احتقار الذات احتقار قاوين دوينات هو الوغ يخصنا بدر الخزره ني ثني انا بدا سيخفنا مين غنخي جان مين غنخي جان شي نقرا غير في السنه اثن فالوريزا اسنو شي جن قيمه حما اساس نويا غزاف قش ديما تروح مريت شوها قال عسكريين مريت يوداني جند عند مع عسكريين قال ما راه خاصني نسمع الشوارع قين ورشي الفنانين المريج قاين قاين دي مرة سي وبالتالي تما سيتي المهم خص عقليات اللي الفاعل المدني عارف الفاعل السياسي مثلا زعما رانيني غاسيري تما خزرة ثاني ثاني الرؤية ثاني ثاني غادي يدور غير في النص غاتشان النص غوبيلاج النص غاشيت النص غاتقبيت النص مين غاسي جان جاي فاس نسيت الداريث غاتي فالوريزا تما مين يتجمع بعدا ممكن مو متاح مهم ايوز نيش دومات تقاضي خش سواتاس انك نهارات كيف كاين غمرقيه واخا توغا مبرمج ولكن النغاش وقع نغ كينا نغ الصابون تمشو ما ماركي
الآن تحارب الأمية دي التكنولوجيا، معليش هذا خويا من أي مثل. معليش المهم تقاضي خش وطاس تقاضي مرة يا يثمث نغيتو غدا نغيفان اري جو سدين نغني نسيتيم يا يثمث غدا نغواذ من بوركين يمكن نطور خاسن شويت ونتقاضاش سوا الطاسة ثومات ونسيتي ماش رويا تغزات قيار يتسمى العلم قيار انتو السنة هتقدش ثم تو سيتيم وبعدين برنامج نشوف بعدين يوعر غزات وسيتيم غاسي وذا نظفان من زي وذا نتوغا غاسني جن ثقافة لايف قارش قد لايف شوي توها حاول ما يمكن تسمى ترسق نغامي جند عفان انا التقنية تصبح لايف مرن تسمى تسمى غادي يريد يجن فضاء النقاش الحوار تسمى جعلنا نشاع شوية الأفكار شوية لي زيديو كوينات لايف مهم بزاف التقنية مهمة سوا التصميم تقنيا بزمان شي نازو تنستغلها نازو لا غنبدل الرؤية يتسمى الغزرة ثيريفيين غا اللايف لأن ثيريفيين ذكوسان يعذون كتا تغا تقعد اللايف انتي كران شينوا ونزمع منيني فهمت؟ واو دوك يخص منيني واو البرنامج من خصي ازاي ومي غيقعد يمسنا ونعرف يغذن غيغرين زي سني غيقعد نيثني غيتبريزونتا البرنامج وانيتا زي نهار زي الحلقة فهم الزواروت تدعي مرة يمسنا والنغ مرة وين المثقفين نعرف أكين غد قاعد ندانيتا غد خشنا ورنسان في جميع المجالات و المشروع البرنامج ما مش غير راح هو أنه مرة يبدو كان كوريج في المجال الناس أتفذي تقدم البرنامج في المجال الناس يلا ثم تطبيق طيب نكمل ما الرجل دو ذات شنو أبقى ذاش أيوة